دقيقة أخي الكريم حفظك الله، تدبر معي هذه الآية، كيف تجرأ بنو إسرائيل حين قالوا لموسى أنهم لن يصبروا على الطعام الواحد الذي يأتيهم من الله مجانا بدون بذل أي مجهود، وهو المن والسلوى. المن شيء يشبه العسل، والسلوى طائر ناعم يأتيهم طعاما لهم، فطلبوا من موسى أن يطلب من الله أن يطعمهم مما تنبته الأرض من خضرواتها وبقولها مثل الحنطة والعدس والبصل بدلا من المن والسلوى. إن هذا التجرؤ والوقاحة وسوء الأدب مع الله والأنبياء يظهر بوضوح مدى تحجر قلوبهم وقسوتها. ونستخلص من هذه الآية عظات وعبر، منها قيمة وأهمية الصبر على النعم وعدم الشكوى، ثانيا التواضع والرضا بما قسمه الله لنا، ثالثا أهمية احترام وتقدير النعم التي تأتينا من الله وعدم الاستهانة بها، رابعا تجنب الجرأة وسوء الأدب مع الله والأنبياء، والتأكيد على أهمية الخوف والتقوى. وإلى الغد بإذن الله مع آية أخرى.